طبعا عودة الاستقرار السياسي كتير مهمة لأي مستثمر أو رجل أعمال. توفر مجالات الاستثمار بطريقة شفافة وبطريقة فيها ربحية وفيها حماية للمستثمر، هذا كمان كتير مهم ليشجع المقترب اللبناني لحتى يوظف أموال أو لحتى يشارك بمشاريع الأعمال اللي عم تضع الحكومة. طبعاً بدل في مخاطر سياسية ببلد مثل لبنان، بس هيدا وضع بدنا نتقبله. طبعاً في سنة انتخابات كمان هيدا ممكن يكون يعني في شوية تغيرات وتقلبات، بس الخطة الحكومية لإطلاق مشاريع للإعمار ومشاريع بنى تحتية كتير مهمة لإعادة الحركة الاقتصادية ولخلق نمو اقتصادي، وهذه الخطة حتتطلب استثمارات خارجية والمغتربين حيلعبوا دور مهم إن شاء الله بهالاستثمارات. نحن هيدي رابع مرة من ننظم هالمؤتمر يلي هو بيجمع مئات المغتربين من مستثمرين ورجال أعمال الموجودين بلبنان بمناسبة الأعياد، بيجمعهم مع عشرات رجال الأعمال والمستثمرين الموجودين بلبنان وعايشين بلبنان وعم بيزوروا العمل بلبنان. إذن الهدف من هالمؤتمر هو خلق علاقات من ناحية استثمارية ومن مجال العمل بين المغترب اللبناني اللي عايش برا ورواد الأعمال اللبنانيين اللي عم يشتغلوا هون لحتى نشجع على مزيد من الاستثمار. هيدي رابع سنة بنعمل هيدا المؤتمر، تنجرب نجمع بين اللبنانيين اللي عايشين برا والأنتربرينورز اللبنانيين الموجودين هون، لأنه مثل ما بتعرفوا لبنان سوق كتير صغير، فتيكبر الأنتربرينور لازم يكبر انترناشونالي لبرا، واللبنانيين يعني موجودين كل العالم وفيهم يساعدوا هدول الأنتربرينورز يكبروا. هلا ثلاث سنين الماضية كتير عملنا فوكس على التك إيكو سيستم لأنه صار في أكثر من ميات الكومبانيز التكنولوجي هلا عم بيكبروا بلبنان. هالسنة قررنا تفوكس مور على سوشيال أنتربرينورشيب لأنه كمان إتس جروينج ترند، education لأنه أكثرية الإكسبات كمان بهمهم الإدوكيشن، they want to give back grants للتلاميذ and to invest in education. وخلينا كمان component technology لأنه كان عندنا 8 startups pitching مشان الإكسبات يتعرفوا عليهم و eventually يستثمروا فيهم.